أهلا بحضراتكم لنستأنف السير في الطريق إلى الله. ونحن نستأنف السير في الطريق إلى الله في هذه الحياة الدنيا، في هذه الدنيا التي نطلب الله دائما من الله دائما أن يصلحها لنا لتكون دابة إلى الآخرة، لتكون هذا الطريق أو هي الطريق إلى الآخرة إن شاء الله. من خلال هذه القراءة المتأنية لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، نتعرف على هذه الدنيا ما فيها وما عليها، كيف نصلح هذه الدنيا بكل ما أمرنا به سيدنا صلى الله عليه وسلم وما قرأناه في كتاب ربنا. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. مولانا أهلا بكم. مرحبا أستاذ حسن، وكل عام وأنتم والأمة جميعا بخير. يعني ما زلنا نرى ونتعرف من خلال فضيلتكم على هذه الدنيا بما فيها وبمن فيها، لنتعرف على الطريق الصحيح فيها لنصل إلى الله سبحانه وتعالى. صفة الدنيا أو يعني وما تنوع هذه الصفات لكي نتعرف عليها أكثر وأكثر. بسم الله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهاه وبعد، فالدنيا ظل زائل كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. والإمام الغزالي رحمة الله عليه ضرب أمثلة لهذه الدنيا وأوصافها المختلفة، فقال هي كالظل، الدنيا كالظل، الظل تحسبه ساكن وهو في الحقيقة متحرك. فهكذا الدنيا تعتقد أنها ثابتة وأنها ساكنة في حين أنها ذاهبة متحركة زائلة. عشان كده إيه؟ الدنيا ظل زائل، ماشي ظل وحيمشي، تحسبه ساكن ولكنه متحرك، كما قال مولانا الحسن البصري رضي الله عنه: أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. مولانا الحسن البصري، لأنها ظل زائل. مثال آخر ده من حيث أن الدنيا خيال وهم مش حقيقة، وأن الإنسان لازم إيه يعني ييأس منها، لأن كما قال مولانا ابن عطاء الله: أنت عبد لما أنت فيه طامع وحر مما أنت منه آيس. صحيح، أو عنه آيس الذي لا ترجوه، يعني ترجو هذا الأمر في هذه الدنيا منه. فأنت حر. فبقول الدنيا دي خيالات ووهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون. الدنيا دي زي الإيه؟ الحلم، الحلم يعني. وأهلها على هذه الدنيا مجازون ومعاقبون. ويونس بن عبيد رضي الله عنه قال: ما شبهت نفسي في الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك إذا انتبه. انتبه يعني كأنه كان نايم وانتبه وقعد يشوف رؤى وأوهام وخيالات وأحلام في المنام، انتبه لقى الحقيقة غير ذلك. عشان كده في رواية أو الناس قالوا إيه؟ نيام إذا ماتوا انتبهوا. البعض بيقول إن هو حديث، لكن هو من قول سفيان الثوري رضي الله عنه، لكن هو موافق للحديث بتاع النبي إيه؟ الناس أو الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون أو معاقبون. ده رواه الحافظ يعني، أو يعني ورد في الكتاب الغزالي أيضا، لكن يقال أن هذا حديث يعني وإن كان ضعيفا يعني. لكن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، ده قول سفيان الثوري رضي الله عنه، وهو حقيقة يعني. هذا الوهم، عشان كده ابن عطاء الله بيقول لنا إيه في هذا الوهم والخيال: العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك منه. يعني بيتعجب العيب كل العجب انك تهرب ممن يهرب مما لا انفكاك منه او مما لا انفكاك عنه ويطلب ما لا بقاء معه. ف
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ذكر الآية دي بعد. أيوة. عجب، اللي بيهرب من الشيء اللي هو مالوش انفكاك عنه، اللي مش هتعرف تهرب منه، مش هتعرف تهرب منه، مش هتفلي، اللي هي الآخرة. أه؟ ها؟ وتطلب وتجري ورا وهم وخيال اللي هي إيه؟ مما لا بقاء معه، ما هي زائلة، ما هي ماشية، فأنت بتجري ورا إيه؟ واخد بال حضرتك؟ لها ضحك القيان إلى غبي ولي ضحك اللبيب إذا تغاب. الله يفتح عليك. فبالتالي قال لك إيه؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك سبحانه وتعالى يعني ابن عطاء الله أيضا يقول الكائن في الكون في الدنيا دي ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون بمحيطاته محصور في هيكل ذاته. انت حاصر نفسك في وهم الكائن في هذا الكون، يعني ما لم تفتح له الآفاق الغيب ميادين الغيوب فهو في الحقيقة مسجون في محيطاته محصور في هيكل ذاته، سجن نفسه. ففي أيضا الغزالي رضي الله عنه في عداوة الدنيا لأهلها، أنت فاهم إن هي حبيبتك وقاعد تجري وراها، هي ألد الأعداء، هي ألد أعدائك. بيقول إن الدنيا دي هي عدو لك. وسيدنا عيسى روي عنه على نبينا عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز هتماء. عارف هتماء؟ ليس لها أسنان. عليها من كل زينة متزوقة كويس قوي. فقال لها كم تزوجتي؟ كلام حكم جميل سيدنا عيسى. بيقول لها كم تزوجتي؟ قالت لا أحصيهم. زي ما قلنا في الجلسة اللي فاتت قالت من؟ قلت إيه؟ فأيهم فهم كثروا. لما بيقول قالت لقد أزر بك الدهر بعدنا. قال قتيل كيف الهوى. قالت أيهم فهم كثروا. فهو بيقول لها كم تزوجت العجوز الهتماء دي؟ قالت لا أحصيهم. قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت بل كلهم قتلت. يعني بقول لها كل الناس الذين لا تحصيهم. أنت يعني ماتوا ولا هم طلقوك ولا إيه؟ فقالت بل قتلت. فقال عيسى عليه السلام بؤسا لأزواجك الباقين، يعني عين على الباقيين من أزواجك، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضيين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ ومش واخدين بالهم ازاي لحد دلوقتي وهو مش واخدين بالهم. ايضا الغزالي في مخالفة الدنيا باطنها لظاهرها قال ان الدنيا من صفاتها ايه؟ ان ظاهرها يخالف باطنها. ظاهرها جميل متزوق تغر، لكن باطنها في خطر. طبعا خبر حضرتك. عشان كده ابن عطاء الله بقول ايه؟ علم انك لا تقبل النصح لمجرد القبول. ربنا سبحانه وتعالى علم انك لا تقبل النصح لمجرد القبول، فذوقك من ذوقها ما سهل عليك فراقها. ابتلاءاتها. واخد بال حضرتك؟ انت فاهم ان هو الشكل الجميل ده، فانا مهما قلت لك اصل هي قدامك شكلها جميل وحلو يا ابني اسمع، مش هتسمع. فعلم منك انك لا تقبل بمجرد ايه؟ النصح هكذا المجرد كده، مش النصح المجرد ده مجرد مش هتقبل. فانت خد بقى الابتلاءات، فيقوم يديك الابتلاءات عشان ايه؟ لما تدوق تفهم، تعرف ان هي ايه. عشان كده قال لك من لم يقبل عليه بلطائف الاحسان جاء بسلاسل قيده اليه بسلاسل الامتحان. الظاهر اللي بيغر ده الفضيل بن عياض رضي الله عنه بيقول ايه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوهة خلقها
فتشرف على الخلائق، تطلع كده على الخلائق تشرف عليهم وتطلع عليهم. فيقال أتعرفون هذه، ظهرت على حقيقتها يعني، أتعرفون هذه؟ في الآخرة بقى فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، ما نعرفهاش دي، شكلها يخوف. فيقال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، أهي دي اللي انتوا خايفين منها ومش مائزين منها؟ هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، بها تقاطعتم، بها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم، وبها تباغضتم، وبها اغتررتم، ثم نقذف في جهنم فتنادي أي ربي أين أتباعي وأشياعي، فيقولون الله، فيقولون، فيقول الله عز وجل الحقوا بها أتباعها وأشياعها. ألحقوا بها أتباعها، هي كان بيحبوها، هي دي اللي إيه بتخون بقى في الآخر، اللي كانت حلوة وجميلة وغرتكم ظهرت على حقيقتها، من أجلها تناحرتم وتباغضتم وقطعتم الأرحام. عشان كده مولانا الشافعي، الإمام الشافعي، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أجدها إلا جيفة مستحيلة، أو فلم أرها إلا جيفة، جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اكتذابها. إدى مثل أيضا آخر للدنيا وعبور الإنسان بها، فبقول إن الإنسان في أحواله ثلاثة، في الأزل يعني حالة لم يكن فيها شيء، يعني الإنسان بيجي عليه مرحلة لم يكن شيئا مذكورا كما ورد في محكم آيات، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا، ودي قبل وجود الإنسان إلى الأزل لحد الأزل. وبعدين حالة لا تكون فيها الدنيا، يعني لا يكون فيها يعني مشاهدا للدنيا، الإنسان ما بيبقاش شايف الدنيا، وحالة ما بعد الموت إلى الأبد، اللي هي إيه؟ لأن إيه الأبد وإيه الأزل؟ الأزل هو الماضي الذي ليس قبله شيء، والأبد هو إيه؟ المستقبل الذي ليس بعده شيء، والصرمت هو ما بينهما. أيوة. فالحالة بتاعت الأزل دي حالة من أول ما يكون الإنسان لم يكن فيها شيئا مذكورا لحد الأزل، أدي مرحلة. وبعدين حالة لا تكون فيها مشاهدا للدنيا، ما بيكونش شايف الدنيا، وهي دي ما بعد الموت لحد الأبد، اللي هو المستقبل الذي ليس بعده إيه؟ آخر. وحالة متوسطة بين الأبد والأزل، اللي هي أيام حياتك بتاعت الدنيا. طيب تصور بقى من الأزل ده الماضي الذي ليس قبله ماضٍ، كويس، والأبد المستقبل ليس بعده مستقبل، ما بيش بعده أي شيء آخر، قد إيه زمنه؟ والدنيا اللي أنت بتعيشها يا بني آدم قد إيه؟ بلاش أنت كمتوسط أعمار أمتي 60، مننام تلتهم وناكل ونشرب تلتهم، والتلت اللي فاضل نصه تضيع وقت وله عبث، والنص تاني يعني ايه ده اللي بنعمل فيه، واخد بال حضرتك؟ لا، بلاش الدنيا بالمعنى ده، خليها الدنيا كلها، هتعيش قد ايه يعني؟ بالنسبة للأزل والأبد صحيح، يبقى لا شيء، فانظر إلى مقدار طولها، ده شوية دقايق يا مولانا. ونعم ده أي بالنسبة للأيام، مفيش ولا ثواني، الأيام عند ربنا سبحانه ولا وتعالى، ولا ثواني. هو أصلا ايه، هو أصلا ده ملهاش عدد، يعني ملهاش عدد في الأزل ولا في الأبد، هو للتعجيز عندما نقول يوم كألف سنة مما تعدون، ده بس إيه، لأن في الآية الأخرى كان يعني في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، يعرضوا فيه في كان مقدار 50,000 سنة. فهي المقصود هنا المعدود وليس العدد، 3 دقايق ولا دقايق، ده ولا سواء ولا جزء من الثانية، ده عاوز بين لك يعني انت يعني هتعيش قد ايه، لا بلاش انت، الدنيا كلها هتطلع قد ايه، ألم حتى تعلم أنه أقل من منزل قصير في سفر طويل. عشان كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل أو مثلي
هي مثلي تمشي ومتمشي. مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف، في يوم حر صيف يعني، فرفعت له شجرة، لقى شجرة فقال تحت ظلها ساعة، ساعة يعني لحظة يعني لحظات يعني، ثم راح وتركها. أنا مالي ومالها؟ ده أنا بالضبط بالنسبة لي الدنيا دي بالنسبة لي زي ما أكون واحد ماشي في يوم حر وبعدين مسافر غصب عنه لازم يمشي، لقى شجرة استظل تحت ظلها يعني لحظات أو بضع الوقت ومشي كمل. أيضا الدنيا صحيح ناعمة لينة بس من حيث الملمس، لكن حقيقتها إيه؟ كالإيه يعني؟ تتلون كالحرباء. كالحرباء صعبة. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه بيقول له مثال الدنيا إيه؟ قال له ما يا، بيقول لي سيدنا سلمان مثل الدنيا مثل الحية، أيوة، لين مسها قاتل سمها، يقتل سمها، وفي رواية قاتل سمها، فأعرض عنها يعجبك منها، فأعرض عما يعجبك منها، منها لقلة ما يصحبك منها، فأعرض عما يعجبك منها. ليه؟ لقلة ما يصحبك منها، انت هتاخد منها ايه؟ وضع عنك همومها، ضع عنك هموم الدنيا لما ايقنت من فراقها، طالما انت متحقق منك انت هتسيبها وماشي يبقى ما تشيلش الهموم، وكن اسر ما تكون فيها احذر ما تكون لها. وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون يعني لها. كل ما تحس بالسرور والسعادة كن حذر أكثر. ومن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. الله يفتح عليك. وما تغترش بالدنيا. فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنه مكروه. والسلام. كلمتين رسالة كده. واخد بال حضرتك. أمثلة كثيرة الحقيقة في 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 وضع أو وصف هذه الدنيا، في وصف الدنيا، في عدم الشبع منها مثلا، عدم الارتواء، ما ترويش أبدا زي المياه الملحة بتاعة البحر. فطالب الدنيا كطالب يعني كالعطشان الذي يطلب الماء ويشرب من البحر فيزداد عطشا، فكلما ازداد عطشا شرب حتى هلك وقتله الماء وهو لم يرتوي بعد أيضا الدنيا مخالفتها يعني أولها ونضارة أوائلها وخبس عواقبها، تبقى في الأول نضرة لكن في الحقيقة في الآخر تبقى إيه العاقبة صعبة وسيئة. معي الحاجة نادية على التليفون. حاجة نادية ازيك وأهلا بيكي. الله يكلمك. السلام عليكم. كل سنة وأنت طيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. الله يسلمك يا ستي. معلش يا دكتور محمد في سؤال بيدور في نفسي. تفضلي يا ستي. تفضلي يا حاجة نادية. تفضلي. صلى على رسول الله. صلى على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تفضلي. دلوقتي حضرتك يعني الحلقات كلها بتذم في الدنيا. بتذم في الدنيا وإن هي قبيحة بشهادة القرآن والسنة. وبشهادة العلماء كلهم. لكن لما نيجي نتأمل في كتب الغزالي أو في مجموعة رسائل الغزالي بالذات يقول إن الدنيا ظل ومثال لعالم الملكوت، فأكيد هي لها قيمة. أيوة. يا ريت حضرتك تلقينا ضوء على ظل ومثال لعالم العالم الملكوت. نعم. إذن أيوة. فالدنيا لها قيمة. قيمة نعم. القيمة زي ما عرفها. صحيح. نعم. حاضر يا حاجة نادية. الإمام أبو جميل. الإمام محمد الغزالي بيقول كل ما ليس من الله فهو من الدنيا، فما الذي من الله؟ سؤال هنجاوب عليه أو هنجيب عليه بعد الفاصل، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم. مولانا أبو حامد الغزالي بيقول كل ما ليس لله فهو من الدنيا، فما الذي من الله؟ الحقيقة السؤال ده فيه إجابة على سؤال
الحاجة نادية اللي سألت الآن. هو بيبين حقيقة الدنيا. أيوة. هي الدنيا مذمومة في إيه؟ عندما لا تكون لله. لكن عندما تكون لله فهي ليست مذمومة. في الحقيقة في الفكر الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية وفي الحضارة الإسلامية مفيش فصل بين الدين والدنيا. الفصل بين الدين والدنيا بدعة ظهرت مع الغرب العلماني، ظهرت مع الصراع بين الدين والدنيا بالدين والحكم. لكن الحقيقة في الإسلام مفيش فرق بين الدين والدنيا، كله لله، وأنت تعمل في دنياك لله تعالى، والعوالم ليست منفصلة. عالم الغيب مش منفصل عن عالم الشهادة، الملك مش منفصل عن الملكوت، والملكوت ليس منفصلا عن الجبروت، إنما هو عالم واحد موصول بمراحل موصول. نعم، زي ما انت فضلتك قلت قوانين عالم الشهادة، عالم يعمل بقوانين الملكوت، وقوانين الملكوت تعمل وفقا لقوانين الجبروت. الجبروت أو زي ما قلنا العقل والقلب والروح والسر وهكذا. ولذلك ابن عطاء الله بيقول إيه؟ دل بوجود آثاره اللي هو عالم الملك على وجود أسمائه، ووجود أسمائه على وجود صفاته أو على ثبوت صفات أوصافه، وبوجود أوصافه على وجود ذاته، ومحال أن يقوم الوصف بنفسه، الوصف يقوم بالموصوف. فإذا خلى الصفات مع الذات، واخد بال حضرتك؟ مش منفصل. والصفات ديت أثرها في الكون. أيوة، عشان كده أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار البواطن بأنوار أوصافه، ولذلك أفلت أنوار ولذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. عشان كده مفيش انفصال، الكون كله ظلمة إنما أناره وجود الحق فيه. الكون ده ظلمة مش منفصل، إنما أناره وجود الحق فيه. فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار، فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. واخد بال حضرتك؟ فإذا مفيش فصل بين عالم الملك وعالم الملكوت، مفيش حاجة اسمها دنيا لوحدها والدين لوحده، إنما الأمر كله لله. عشان كده الإنسان بيستدل على الكون بالله، وإن كان بعض الناس ممكن يستدل على الإيه؟ على الله بالكون، بحسب درجة الإنسان إيه؟ شتان بين واقف فين؟ شتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه. المستدل به أثبت الحق من أصل من وجود أصله. الله، واخد بال حضرتك؟ وده الجميل. فمتى غاب حتى يحتاج إلى دليل؟ فهي بتتكلم الحقيقة السؤال ده إجابة، هو ده إيه اللي سيادتك بتقول عليه؟ السؤال ده هو إجابة على سؤال حاجة نادي. القيمة بقى، القيمة حقيقة إيه؟ حقيقة الدنيا إيه؟ أيوة، حقيقتها إيه؟ لأن الإنسان في الدنيا له أحوال، إما ما يصحبك في الآخرة ويبقى معك ثمرته بعد الموت، وإما العكس تماما اللي مش هيصحبك من الآخرة، والشيء ممكن يصحبك منه شيء وممكن ما يصحبكش منه شيء تاني، ما يصحبك شيء. أنا في الدنيا بقى إمتى تبقى محمودة ومزمومة؟ ما يصحبني في الآخرة منها يبقى محمودة. ده ماهيتها للعبد. أي، بالنسبة للعبد هذه الإجابة، إمتى ما تبقاش مزمومة في الحالة دي؟ ما يصحبني منها في الآخرة ويبقى معي. إيه اللي هيبقى معي للآخرة؟ العمل الصالح، العلم والعمل. الله يفتح عليك. العلم والعمل هذا ليس بمزموم. ليه؟ لأن والعلم إيه هو المقصود بالعلم هنا؟ العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكوت الله وأرضه وسمائه، والعلم بشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا العلم اللي هو ده هينفعني في الآخرة، لأن غير إيه اللي هينفعني، ده اللي يصحبني منه في الآخرة. عشان كده الكلام ده إيه؟ موضوع علم العقيدة. طيب العمل إيه؟ اللي هي العبادة الخالصة لوجه الله تعالى. كيف أعمل بإخلاص ونية صالحة لله عز وجل؟ ممكن يأنس العالم بالعلم، وحتى صار هذا العلم حظا له، لا يأكل ولا يشرب ولا يبقى مهتم بدنيا ولا بأي شيء، عايش في محراب العلم وبيأنس بيه. هو ده نقص في الحقيقة، لأن ده بقى حظ عاجل له، ولكنه ليس مذموما لأنه من أعمال الآخرة. أيوة. أو العابد، العابد اللي بيأنس بعبادته ويستلذها ويبقى مش شايف حاجة اللي هي وعايش لها، فبقت حظ له، ده نقص صحيح لكنه ليس مذموما في الشريعة، لكن هو نقص درجة. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده، كم من عابد حجبته عبادته عن معبوده، افتكر اني كم من عابد حجبته عبادته عن رؤية معبوده. يا الله. وكم من مخلص حجبه رؤية إخلاصه عن رؤية مخلصه. فده نقص في الدرجة، لكنه ايه؟ هو إخلاص. تمام. لكن الإخلاص ده من شدة يعني إخلاصه أصبح ايه؟ حظ له. العبادة دي من شدة عبادته بقت حظ له، يستريح لها. هي في الحقيقة مش مذمومة، لكنها نقص في الدرجة. إن في أروع من كده، إن في أجمل من كده، أحلى من كده. كنا اتكلمنا في الكلام ده في منازل السائرين في درجات التلقي، اللي هي حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني توضح من هنا، توضح من هنا. أيوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فالدنيا إذن في الحالة دي مش مذمومة. عشان كده النبي قال إيه؟ حبب إلي من دنياكم ثلاث. أيوة. هو الرواية ما فيهاش ثلاث، لكن يعني بقى في مدرج ان ثلاث، لان معناها ان هي من الدنيا، لانها من امور الدنيا. يعني حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ايوه. طيب ودي لو وقفنا قدامها دقيقة دقيقتين كده ليه؟ يقول لك يعني حد برضو سألني قال لي ما هو النبي هو يا اخي بقول يعني ايه حبب الي من دنياكم ثلاث؟ الطيب والنساء. فالواحد يا اخي ما يحب يعني الست بتاعته او يحب كذا، فانتوا يعني بتحرموها ولا ايه؟ وتقولوا دي من حاجات الدنيا، ويحب ولاده ويحب العمل بتاعه ويحب المال بتاعه ويحب الملك بتاعه. طب ليه يعني؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب والصلاة من امر الدنيا؟ لا. هو الكلام الحقيقة ايه؟ ده في الواقع زي ما قلنا ايه؟ ان مفيش انفصال بين الدنيا والاخر. صحيح. ده الدنيا اللي بيحبها النبي دي بتاعت الاخره، ده اثار عالم الملكوت والجبروت واثار الاخره والجنه. ليه؟ شوفهم يقول لك حبب الي من دنياكم ايه؟ الطيب. الطيب ده ليه؟ لانه ده اصلا تسليه لك عن روائح الجنه، روح وريحان وجنه نعيم. فدي تسليه لك، لانه ايه؟ اثر من اثار ايه؟ الاخره، فهو مش منفصل عنها. فعشان كده تلاقي ايه؟ النفس بتأنس للايه؟ للطيب والريحة الطيبة، وتهدأ. ليه؟ لأنها تسلية لها عن الآخرة. أيوة. وإيه؟ والنساء كما قلنا من قبل هي مظهر الجمال في الدنيا، مظهر الجمال الرباني في الآخرة، اللي هو ايه؟ لما نطلع، لأن في الجنة هيبقى فيه ايه؟ كل مظاهر الجمال وأعظمها الحور العين. الحور العين دي مظهرها إيه؟ النساء في الدنيا. فمظهر الجمال بتاع الآخرة النساء في الدنيا، فهو تسلية للإنسان في دنياه عن الحور العين في الآخرة. أدي المعنى. كثير أو ربما يمكن كتب التفسير بتتكلم عن هذا المعنى، أقول لك إيه؟ هو حبب إليه ذلك ولكن لم يحبه هو. وكأن محبتي صلى الله عليه وسلم للنساء أو للطيب أو لكذا فيه نقص،
هو ليس فيه نقص، هو محبته للنساء محبة للجمال الرباني صحيح. الذي يتجلى به على عباده بالحور العين في الجنة، فهو يتجلى به على عباده بالنساء في إطار الإيه؟ الحلال. أدي المعنى والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال ابن عطاء الله قال جعلت قرة عيني في الصلاة ولم يقل بالصلاة، لأنه لم تكن تقر عينه إلا بربه. فالصلاة تسلية له عن رؤية ربه في إيه؟ في الآخرة. الرؤية الحقيقية لما تجلى على عباده بوجه الكريم ليس بينه وبينهم حجاب، وده مظهر الجلال. زي ما طيب روح وريحان والنساء الجمال ها بتاع الحور العين، فهنا هيبقى ايه الجلال اعلى درجه والذ درجه، هي تجلي الحق على عباده في الجنه في الاخره. هنا هذا التجلي هو من الجلال، عشان كده جعلت قره عينها تسليه لرؤيه ربه في الدنيا، لتجليات ربي عليه في الصلاه عنه في الاخره. لذلك الصلاه فرضت فين؟ وهو مع الحق جل الله. جلاله لما عرج به. الصلاة معراج المؤمن صحيح. فكان في حضرة ربه، حلما كان في حضرة ربه فسجد، فسبحانه وتعالى إيه يعني أمره بالصلاة وقال له أنا. عشان كده لو يعلم العبد كما قال ابن عطاء الله أيوه. ما يصب عليه من رحمة أثناء صلاتي لتمنى أن تكون حياته كلها إيه صلاة، صلاة دائمة. فدي مظهر للجمال، ودي مظهر للجلال، ودي مظهر للطيب والروح والريحان وجنة النعيم. يبقى هنا الدنيا بتاعت آخرة ولا بتاعت دنيا؟ بتاعت آخرة. بتاعت آخرة. آدي لذلك نعم. حتى يمكن اللي بيسألنا عن علم الحقيقة، يعني إيه؟ هل هي علم الحقيقة بهذا التفسير بهذا نعم. الفهم هو فهم وفهم لحقيقة هذا الحديث وهذا حقيقة هذا النص التي نصل بها أو نعم. نتصل، يعني العملية موصولة، الملك نعم. بالملكوت بهذا الشكل في هذا الإطار. حتى شعراء الصوفية كانوا بيرمزوا للمرأة أو للحبيبة حينما أراد البعض منهم أو أرادوا أن يعبروا عن حبهم وعشقهم لربهم، أليس كذلك؟ كل القصائد، حتى قصائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ بالغزل. بانت سعاد، بانت سعاد، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها. أمن تذكر جيران بذي سلم مزكت دمعا جرى من مقلة ريم على القاع بين الباني والعلم. خلينا نروح للأستاذ محمد معي على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد تفضل. ازيك يا أستاذ حسن؟ يا أهلا وسهلا تفضل. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا. عندي سؤالين مهمين جدا كده، عايز يعني أتمنى الإجابة الحلقة دي يعني. تفضل يا فندم. تفضل يا حبيبي. دلوقتي في سؤال بيروتني وأنا بشاهد الحلقة، ما الفرق بين طلب الدنيا بنفسك وطلب الدنيا بربك؟ في فرق، ازاي يعرف الانسان ده يطلب الدنيا بنفسه ويطلبها بربه؟ ده الدنيا بنفسه وطلب الدنيا وطلب الدنيا بربه. ايوه. سؤال. السؤال الثاني سريعا، في حكمه في ذهني وانا يعني اتعامل مع الناس، عايز تفسيرها من مولانا الشيخ محمد. حكمه انا سمعتها يعني، ايه هي؟ انتقد الفاعل ايوه، واحترم، انتقد المعصيه ولا احب اكره المعصيه، احترم العاصي. لان مهمه الطبيب ان يقضي على المرض لا المريض. ايوه، المعصيه والعاصي. يعني اسمع تفسيرها كده يعني. حاضر يا استاذ محمد. حاضر يا استاذ محمد. برجع تاني، يمكن واحنا بنتكلم عن هذه يعني الامور التي نصل من خلالها ومن خلال وجودنا في هذه الدنيا إلى الآخرة. نعم. ويبقى عمل أخروي. نعم. وليس عمل دنيوي. نعم. إذن يعني هيبقى عمل أخروي ما يصحبك من الدنيا إلى الآخرة. وهو في الدنيا. وهو في الدنيا. يعني عمل في الدنيا. أيوة. إيه اللي هتاخده؟ إيه اللي مفروض يهمك في الدنيا دي عشان ينفعك في الآخرة؟ العلم والعمل. العمل الصالح زي ما قلنا. يبقى أي عمل صالح؟ ده احنا قلنا يا اخواننا سبحان الله حديثنا وسلم انك فرق بين، وده برضو اجابه على سؤال ابننا، ازاي بنفسك وبربك تطلب الدنيا بنفسك؟ ازاي اطلب الدنيا بنفسي واطلب الدنيا بربي؟ اما تبتسم في وجه زوجك او ابنك او بنتك او صديقك، تبتسم
بشهوة نفس، محبة نفس يعني، مش شهوة يعني شهوة مثلا لزوجي، لكن لأهلي مثلا محبة، عشان ده عاطفة شيء، وبينك ايه تبتسم لها لأن ربنا أمرك بكده وحضك على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حضك على أن تبتسم في وجه أخيك صدقة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة، إنك تبتسم له ذوق عشان تبقى أخلاقك كويسة ويحبك، تبتسم له عشان أنت بتحبه محبة دنيوية، تبتسم لزوجك أو لولدك محبة دنيوية عاطفية، ولا تستحضر هنا يبقى بربك إنك تبتسم له لله عشان ربنا أمرك بكده وعشان النبي حضك على ذلك وأمرك بذلك وندبك لذلك. ففي الحالة دي إيه؟ يبقى ده الفرق، إنك بتعمل لله. يبقى ما يصحبك من الدنيا للآخرة هو ده اللي إيه؟ اللي يبقى محمود. طب الطرف المقابل هو الحد الأقصى العادي الناحية التانية، اللي هو كل ما فيه حظ للنفس عاجل ولا ثمرة له في الآخرة، زي التلذذ بالمعاصي. ده واحد يتلذذ بالدنيا بس لله، بالحلال بالحق، لكن يتلذذ بيها للمعاصي، يستمرئ المعصية، يتنعم بالمباحات الزائدة عن قدر الضرورة اللي فيها افتراء، افتراء في نعمة الله. يبقى ده ايه؟ صحيح حاجة الضروري والحاجات والضرورات والتحسينات والكماليات دي بتختلف من زمن لزمن، وطبعا الإنسان أمين على الضرورات والاحتياجات، بس ما تسيبش نفسك، لأن من يعني تعود على المباحات أو أكثر من المباحات أوشك أن يقع في المكروه. صحيح. ومن أكثر من المكروه أوشك أن يقع في الحرارة، ومن أكثر من الحرام أوشك أن يطمس على قلبي. فده ميزان. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. فده أيضا ده من الطرف الإيه؟ المقابل اللي هيبقى مذموم. في أشياء بتبقى إيه؟ إيه بين هنا وهنا، كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة، زي مثلا الطعام والشراب واللبس بتاعي وما إلى ذلك بعين على الآخرة، يعني أنا يبقى عندي القوت وعندي المال وعندي اللي يحفظ لي ان انا ما مديش ايدي لغيري، لان عشان لما مدي ايدي لغيري ممكن ابيع من ديني من اجل هذا الغير، لانه له دين فيه رقبتي. فلو كان هذا الذي استدنت منه رجل غير صالح، او ربما يكون ابتزني باي شكل من الاشكال، يعني في الحاله دي فرض علي وضع انا لا اقبله، لا اقبله، لكنك مضطر لان انت مدين له. اذا يبقى في الحالة دي حسب، يبقى أنا إذن ما هو ضروري لأعمال الأخيرة زي طعامي وشرابي زي لبسي زي ما أحتاج إليه في الأخيرة ويغنيني عن أن أمد يدي لغيري، لابد منه ليتأتى للإنسان البقاء والصحة ويتوصل به إلى العلم والعمل، ده ليس من الدنيا، ده هياخد حكم الإيه؟ الأولاني، القسم الأول خالص اللي هو ده بتاع الآخر، لأنه معين عليه وسيلة له فياخد حكمه. ومهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل، لكن لو كان واخده من أجل الدنيا البحتة واللذة البحتة وتوصل به الحق بالإيه؟ بالجزء الأخير اللي هو الإيه؟ القسم الثالث اللي هو إيه؟ أو الطرف الثاني اللي هو الحرام الإيه؟ والمعاصي. إذن اللي بيبقى للإنسان بعد الموت صفاء القلب والذكر، وما تقرب إلى الله به في هذه الحياة الدنيا لله تعالى. بس هو ده اللي يصحبك في الآخر، يعني ألا يسلم المسلم نفسه إلى ملذات الدنيا، إلى حتى لو كانت كلها ماشي في كل الحالات يتلذذ بها لله. اللي يبقى لك من الدنيا إيه؟ طهارة القلب عن شهوات الدنيا فلا تستعبدك ولا تستذلك، وإنما تكون مزرعة للآخرة، ويبقى لك ذكر الله والأنس والحب بالله تعالى ولله، وأن تحب الكل بحب الله.
يعني حتى هناك حلول لمشاكل اقتصادية كبيرة من خلال هذا الكلام المهم والغاية في الأهمية. علماء الاقتصاد يقولون إن المشكلة الاقتصادية هو في سبيل إشباع الإنسان لحاجاته تتجدد آلاف بل ملايين الحاجات. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم فضيلة مولانا. في إطار سؤال مشروع جدا، وأنا يعني أكاد أحس أن هذا السؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين الآن. طيب، هل يتقاطع سيرنا إلى الله في هذه الحياة الدنيا وسيرنا في هذه الحياة أن نتقدم وأن نتطور؟ ونجيب على السؤال الذي يقول لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون، يعني هل هذا يتقاطع مع ذاك أم أن البداية الحقيقية في أننا نسير وفق المنهج إلى الله سبحانه وتعالى ونتقدم ونصنع ونصدر تكنولوجيا ونشارك في صناعة هذه الحضارة الإنسانية كما شارك السابقون من المسلمين والأوائل؟ في الحقيقة لم يتقدم المسلمون والعرب إلا لما تركوا الدنيا، ولم يتخلفوا وتأخروا إلا لما تعلقوا بها. بمعنى إيه؟ السؤال بقى العكسي، الحضارة الإسلامية دي أيوة عاشت إزاي؟ تمام. وأنتجت إيه؟ الحضارة دي اللي بيتعجب لها العالم الآن. فتاة، ده علماء الغرب اللي بيقولوا الكلام ده مش احنا، فتاة ما تبقى من حضارة المسلمين والعرب هي التي أقام عليها الأوروبيون حضارة. هذا الفتات، هذه البقايا أيوة اللي تبقت من أيوة حضارة العرب والمسلمين هي التي أقام عليها الغرب حضارتها. بدأوا من حيث انتهينا. أيوة. وكلام ده كلام المنصفين، صحيح ده صحيح، العلماء المحققين من علماء أوروبا، ورجعوا إلى اللي كتبوا في الحضارات، ونحن نعرف هذا الكلام موثق وموجود كتير، واخد بال حضرتك؟ واحنا تخلفنا لما ايه؟ لما تعلقنا بالدنيا بس. هم الاول خدوا الدنيا وفهموها بالمفهوم اللي بنتكلم عنه ده، انها تبقى ايه؟ في يدك لا في قلبك، ان تسخر لك الدنيا لا تسخر انت لها، ايوه، أن تكون حرا منها وعبد لله. لما كانوا عبادا لله والدنيا مسخرة لهم استعبدوها وطوعوها وبنوا بها حضارتهم وأفادوا بها الإنسانية جمعاء، لكن لما استؤثرنا بالدنيا وأصبحنا عبيدا لها وتركنا عبادة الله تعالى أخرنا كما يجب، فأصبحنا متخلفين في الصف الخلفي. عشان كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الآكلة على قصعتها، أمن قلة نحن؟ قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. تحبون الدنيا وتكرهون الآخرة، لأن كنت تعلقت بيها، أصبحت في القلب مش في الإيد، تعلقت بها أصبحت عبيدا لها، لكن لما كنت عباد لله وعبيدا لله فاستخدمتم الدنيا وفقا لقوانين الله وفقا للنواميس الكونية، فكانت مسخرة للإيه؟ للآخرة، فكانت حضارة وبنيتم بها وأفدتم الإنسانية بها، لكن لما تعلقتم وأصبحتم عبيد لها تخلفتم. هو ده المعنى. ولكن إزاي أحقق هذه المعادلة الصعبة، المعادلة الذي حققها اللي بنوا الحضارات، اللي بنوا الحضارة الإسلامية عفوا وصدروها للغرب، حتى إن العقاد قال حينما انتشرت المعارف الإسلامية والعربية أصبح الغرب مستشرقين، نعم، عايزين يتعرفوا على حضارتنا. عندنا الخوارزمي في الجبر، عندنا جابر بن حيان في الكيمياء، عندنا كتاب القانون لابن سينا الذي كان مرجعا لطلاب الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر. يكون ذلك بالعلم والعمل. بالعلم أن تعلم وتتيقن أن كل أمر بيد الله تعالى،
وأن تثق بما كتب لك في الغيب مما هو بين أيديك في الشهادة الآن. هذا اليقين يجعلك تعمل في الدنيا وأنت مطمئن، هادئ النفس، خالي البال، تعمل لأن ده أمر الله تعالى لك، أنت بتعمل ده أمر ربنا لك أنك تعمل، فأنت تعمل تنفيذا لأمر الله وأنت مطمئن وواثق بما عند الله تعالى، فلا تكون متكالبا عليها ولا تتعلق بها ولا يساورك القلق والاضطراب والتشكيك وهذه الأمراض التي تفتك بالإنسان المعاصر لأنه أصبح عبدا لهذه الدنيا. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى زي ما قول ابن عطاء الله بيدور في حلقة مفرغة. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. وانظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها شوف قال إيه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا لا خلي بالك من الحتة دي، لما قال هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى إيه؟ إلى الله ورسوله. لما قال إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها قال إيه؟ فهجرته إلى إيه؟ إلى ما هاجر إليه. تأمل أنت كلمة إلى ما هاجر، الشيء التافه ده ما حبش مش مذكور مذكوره ما قالش إيه إنه يذكر، قالك فهجرته إلى ما هاجر إيه؟ ما قالش إلى إيه؟ فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، لا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، مش مستاهل إيه إن أنا أذكره. فيتأمل إن كنت ذا فهم، هو ابن عطاء الله كده قال كده في الحكمة، قال إيه؟ فتأمل إن كنت ذا فهم، لو بتفهم شوف معنى كلمته إيه، ليه هنا قال فهجرته إلى الله ورسوله وهنا قال إيه؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه، فتأمل. فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون، بشكرك شكرا جزيلا، ومعا نستأنف السير في الطريق إلى الله. كان الحسن البصري يسير في جنازة أحدهم فقال لمن كان يجاوره ماذا يفعل لو عاد مرة أخرى إلى الحياة، قال له يعمل صالحا، قال له كن أنت إن لم يكن هو. إلى اللقاء.